السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى من قناة سنسونة سلوى، والنهاردة ان شاء الله افتكاسة جديدة عشان البطاطس الصوابع ما تاخدش معانا وقت طويل في السوى، وكمان تكون بطريقة صحية. الطبيعي بتاعنا اللي احنا لما كنا بنعملها بنحطها في الفرن وبتستوي، تاخد وقت شوية علشان تستوي وتقرمش. النهاردة عملت افتكاسة، هل يا ترى ممكن تظبط ولا لا؟ تعالوا نتابع مع بعض. نوعية البطاطس اللي انت هتشتريها مهمة جدا ليه تكون نوعها كويس. الحقيقة البطاطس اللي قدامكم دي بطاطس عادية، ولكن لو اشتريتي بطاطس تحمير النتيجة هتكون افضل بكتير. هقشر البطاطس وبعدين هقطعها صوابع، واسهل طريقة لتقطيع البطاطس هنقطعهم كلهم بالطول وبعدين كلهم بالعرض، وده بيديني البطاطس تكون كلها بنفس الحجم او زي ما احنا شايفين كده. واعتقد ان دي هتعتبر اسهل وجبة ممكن تعمليها، لو جربت الطريقة دي ونجحت معاكي هتعمليها على طول، يعني مش هتعملي بقى بطاطس تاني في الفرن. انا ما بتكلمش على البطاطس المقلية، طبعا ما بعملش اي حاجة مقلية على القناة ولا بعمل البطاطس مقلية ابدا في البيت. دلوقتي قطعت كل البطاطس صوابع، وبعدين في حلة على النار هسخن شوية مية، هحط فيهم شوية ملح، ولما المية تغلي هحط فيها البطاطس، اوزعها كويس كده واغطيها، اسيبها حوالي 5 دقايق جوه المية المغلية. بعد 5 دقايق ده بيكون شكلها يدوب خدت نص سلقة، محتاجة ان انا هصفيها من المية كويس. وبعدين في نفس الحلة هحط معلقة كبيرة من الزيت، وسخن الحلة كويس، وابتدي احط البطاطس كده تكون مفرودة في الحلة. بعد 2 دقيقة كده هبتدي اقلبها تقليبة بسيطة، اخلي بالي عشان التقليب الكتير هيخليها تتهري معايا. وبعدين اوطي عليها وابتدي اقلبها كل شوية كده، يعني عيني عليها كل شوية اروح اقلب فيها، شايفين كده. بعد شوية بتبتدي تاخد اللون وتقرمش. وبكده هتقدميها وهي سخنة بتقرمش، وكمان ما خدتش منك اي مجهود، وما خدتش كمان نار كتير ولا حاجة. احنا الاول علينا النار وبعدين وطيناها خالص وسبناها حوالي 20 دقيقة واحنا بنقلب فيها كده بالراحة. تعالوا كده نشوف القرمشة بتاعتها تاني. يلا مستنية ايه؟ قومي جربي الطريقة وان شاء الله تعجبك. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير في وصفات وافتكاسات تانية، ومع السلامة.